التوصل لاتفاق خفض التصعيد في منطقة القلمون الشرقي، ما هي بنوده؟ ماذا أعدت القوات العراقية لداعش في الحويجة؟ وأين كانت خلايا داعش تتخفى في الموصل؟ كيف أدت التجربة النووية الكورية الشمالية إلى انهيارات أرضية؟ السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم مشاهدينا إلى استوديو الآن الذي يأتيكم مباشرة من استوديوهاتنا في دبي. وسنتابع في استوديو الآن أيضا كيف كرس حزب الله الصراع الطائفي. اليوم بباريس حكينا الأسباب الرئيسية عن الثورات العربية من بدايتها، يعني 2010-2011، مثلا مجال الديمقراطي، غياب الديمقراطية بدول عربية، والغياب كمان العدالة الاجتماعية، وغياب بشكل عام تقرير مصير الشعوب المنطقة. ومن تقاريرنا الحصرية، داعش حفر أنفاقا مهولة للتخفي في الموصل. يعني هاي الأنفاق طول بحفرها من سنة إلى سنة ونص إذا ما أكثر، ولقينا حفارة بكرمليس من حفرة النفق مال كنيسة بربارة. يعني النفق عظيم، مو كل واحد يقدر يحفره، آلة ألمانية الصنع. وخلال لقاء حصري لأخبار الآن، قال قيادي في تنظيم داعش إنه نادم على انضمامه للتنظيم لأن تطبيق الشريعة بالقوة لم تكن ناجحة. إيه، لو ما انضميتش كنت حنعيش حياتي طبيعي، يعني كيف ما كنت عايش قبل. يعني اللي تغير إني انضميت للتنظيم، يعني فلما انضميت للتنظيم حصلت الأمور. التنظيم دخل في أمور ودخل في حروب وعداوات وقتال. في آخر التطورات، قتل 6 من هيئة تحرير الشام وجرح عدد آخر إثر انفجار سيارة ذخيرة داخل الملعب البلدي في الجهة الغربية من مدينة إدلب، فيما رجح ناشطون أن سبب الانفجار يعود لاستهداف السيارة بصاروخ موجه من قبل طائرة مسيرة عن بعد مجهولة الهوية. أكدت الأمم المتحدة أن النظام السوري هو المسؤول عن الهجوم بغاز السارين الذي طال خان شيخون في مدينة إدلب في 4 نيسان/أبريل الماضي، والذي راح ضحيته 87 قتيلا غالبيتهم من النساء والأطفال. وجاء في التقرير الذي أصدرته لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة حول حقوق الإنسان في سوريا ونشر اليوم، أن طائرة تابعة للنظام الأسد قصفت خان شيخون بالكيماوي. قتل 8 مسلحين من ميليشيا الحوثي وأصيب 12 آخرين في معارك مع قوات الشرعية اليمنية بمحافظة تعز جنوب العاصمة صنعاء، بحسب ما أفادت به مصادر عسكرية. وأضافت المصادر أن المعارك لا تزال مستمرة وبشكل عنيف وسط تبادل القصف المدفعي بين الطرفين. قالت مندوبة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة نيكي هيلي، قالت إن إيران تستمر بدعمها للإرهاب وتغذية الصراعات في الشرق الأوسط. واتهمت المندوبة الأمريكية أيضا الحرس الثوري الإيراني بتطوير تكنولوجيا الصواريخ الباليستية، كما اتهمت هيلي إيران بتهريب الأسلحة وانتهاك حظر السفر والدعم المستمر للإرهاب، وأنها تعمل على تغذية الصراعات الإقليمية. أعلن السفير الكوري الشمالي لدى الأمم المتحدة في جنيف هان تاي سونغ أن التجارب النووية والصاروخية التي أجرتها بلاده مؤخرا هي هدايا موجهة إلى الولايات المتحدة. وأضاف سونغ أن مزيدا من تلك الهدايا في الطريق إلى واشنطن إن لم تكف عن استفزازاتها وممارسة الضغوط عليها. قضى 5 أطفال على الأقل عندما غرقت مراكب محملة باللاجئين الروهينجا الفارين من العنف في بورما في ساعة مبكرة اليوم. وقالت السلطات إن 3 أو 4 مراكب غرقت في مصب نهر ناف الذي يفصل بنغلاديش عن ولاية راخين المضطربة في بورما، وسط مخاوف من احتمال وقوع مزيد من الضحايا. تزداد المخاوف في الجزر الفرنسية في الكاريبي مع اقتراب الإعصار إيرما من أراضيها، حيث يتوقع أن تتعرض جزيرتا سان بارتيمبري وسان مارتن لأسوأ الأضرار.
وبلغت قوة هذا الإعصار الدرجة الخامسة ثلاثاء، كما سيكون مصحوبا برياح وعواصف تقدر سرعتها ب 360 كيلومترا في الساعة وفق خبراء الأرصاد. توقيع اتفاق لوقف إطلاق النار في منطقة القلمون الشرقي في سوريا، والتفاصيل بعد الفاصل. مرحبا بكم من جديد. توصلت فصائل القلمون الشرقي أمس إلى اتفاق مع الجانب الروسي يتضمن وقفا لإطلاق النار والعمليات العسكرية وإدخال المساعدات الإنسانية إلى المدن والبلدات المحررة في المنطقة. وجاء في البيان أن الاتفاق يدخل حيز التنفيذ من تاريخ التوقيع في مدن وبلدات الضمير، الرحيبة، جيرود، المنصورة، الناصرية وجبلي البتراء والمغر. كما نص الاتفاق على وقف إطلاق النار وتقديم تسهيلات من الطرفين لدخول فوري لقوافل الإغاثة من الأغذية والأدوية والاحتياجات الإنسانية إلى المنطقة من خلال 40 نقاط عبور في الضمير والرحيبة والناصرية وجيرود. ووافقت الفصائل والكتائب الموقعة على انتشار قوات روسية على طول الخط الفاصل بينها وبين قوات النظام السوري. معنا من القلمون الشرقي أبو سيف القلمون الناطق الإعلامي في قوات الشهيد أحمد العبد، مرحبا بك معنا في استوديو الآن. ما هي بنود هذا الاتفاق الذي وقع برعاية روسية، وهل من أمور غامضة أو أحد الفصائل التي لم توقع على هذا الاتفاق الفصائل الموجودة طبعا في القلمون؟ بداية بسم الله الرحمن الرحيم. بالفعل بناء على نص الاتفاق المبرم بين ممثلي فصائل المعارضة في القلمون الشرقي المتمثلة بقوات الشهيد أحمد العبدو وجيش الإسلام وفيلق الرحمن مع حكومة الاتحاد الروسي، تم هذا الاتفاق بشكل مبدئي حتى وضع خرائط ترسيم لخطوط الفصل ووقف أطلاق النار. ما أود التنويه إليه بأن لا دور لقوات النظام بناء على الإعاقات التي حصلت، بأنه لا دور للنظام، فقط تم الحضور ومساعدة الفريق التقني الروسي لتحديد مناطق وقف أطلاق النار، حيث ما زالت قوات النظام تقوم بتعطيل حتى هذه اللحظات هذا الاتفاق. نحن كفصائل جيش حر ما زلنا نعتبر القرار الموقع بجنيف هو الاتفاق الرسمي من قبل الروس، واي مخالفه للاتفاق تعتبر لاغيه. ما تسعى اليه قوات النظام بتعطيل الاتفاق والذي يتضمن من اهم شروطه وقف لو تشرح لنا ابو سيف يعني هذه النقطه، كيف تسعى قوات النظام الى تعطيل هذا الاتفاق؟ تعطيل توقيع الاتفاق او تعطيل تطبيقه على الارض، ماذا ما الذي يحدث تحديدا؟ نحن خلال العشر ايام الماضيات تم تشكيل وفد من فصائل الجيش، وفد من المعارضه في حضور وفد روسي بحضور باطلاع قوات النظام في منطقه القلمون الشرقي وبالتحديد في اللواء 81. سعت قوات النظام الى اعاقه الوفد الروسي، وبالفعل هي استطاعت إعاقة الوفد الروسي، وبناء على الضغوط الروسية على قوات النظام والميليشيات الشيعية وحزب الله دخلت بتاريخ 5/9 دخلت قوات الروسية وتم الاجتماع، ولكن لم يتم التوقيع من قبل قوات النظام. ما تسعى إليه قوات النظام في يعني من جميع هذه الشروط وقف إطلاق النار وإدارة منطقة وقف إطلاق النار من خلال المجالس المحلية، وهو يعتبر صريح يعني انتصار صريح لفصائل الجيش الحر في المنطقة، بالإضافة إلى تشكيل لجان من جميع الأطراف لمتابعة أمور المعتقلين وتأمين ممرات إنسانية وعدم التعرض من يعني أبو سيف أفهم من كلامك أن هذا الاتفاق حبر على ورق حتى اللحظة ما لم يلتزم النظام ويضمنه الروس بأنه على الأرض ستطبق منطقة خفض التصعيد في القلمون؟ للتوضيح أنه الاتفاق الحاصل ما بين فصائل المعارضة وتم توقيعه في جنيف لا يتناسب مع تطلعات قوات النظام. ما تسعى إليه قوات النظام الترويج عن مصالحات وتسليم فصائل الجيش الحر للسلاح والانضمام إلى الميليشيات العاملة معه، ولكن الجانب الروسي كضامن لقوات النظام مصر على توقيع وقف إطلاق النار وترسيم الحدود، ولا دور لقوات النظام إلا حضور الاجتماع وتحديد مناطق وقف إطلاق النار وترسيم الحدود ما بين فصائل الجيش الحر وقوات النظام. شكرا لك أبو سيف القلمون الناطق الإعلامي باسم قوات الشهيد أحمد العبد، متحدثا إلينا مباشرة عبر الهاتف من هناك. اتهم الكاتب جوزيف ظاهر حزب الله بلعب دور سلبي في إبقاء النظام السوري وتكريس الصراع الطائفي.
ظاهر، والذي التقاه الزميل هاني الملاذي على هامش محاضرة له في باريس، رأى أنه لا يمكن الخلاص من المجموعات الإرهابية من خلال عمل عسكري فقط، بل عبر التخلص من أسباب وجودها في الاستبداد والفقر وغياب الديمقراطية. اليوم بباريس حكينا الأسباب الرئيسية عن الثورات العربية من بدايتها، يعني 2010-2011، مثلا مجال الديمقراطي، غياب الديمقراطية بدول عربية، والغياب كمان العدالة الاجتماعية، وغياب بشكل عام تقرير مصير الشعوب المنطقة. وأنا حكيت كمان موضوع الثورة السورية وتطورتها بأخر 5-6 سنوات، يعني وببداية حال الحركة الشعبية والمجموعات السياسية والديمقراطية والتنسيقيات والمجالس المحلية، كيف كانت تمثل عن جد الطموحات الديمقراطية للوحدة الوطنية بسوريا. ولكن بعدين اولا يعني قمع النظام، قمع المخابرات والميليشيات النظام ضد الحركات الشعبيه، ساعدت كثير لصعود مجموعات اسلاميه. ولا ننسى ايضا الدور النظام السوري لافلاج معتقلين من خلفيه اسلاميه. كل القيادات التيارات الاسلاميه جهاديه او سلفيه كانت بسجناء النظام بداية الثورة. أعتقد أن حزب الله وغير مجموعات أصولية إسلامية شيعية التي سندت النظام من أخير 2011 وبداية 2012 لعبت دور كتير سلبي، وساعدت كمان على الصراع الطائفي بين السنة والشيعة بسوريا، وهن لعبوا دور أساسي بالبقاء النظام الأسدي بسوريا للأسف. إذا بقى أعتقد إذا بقى الأنظمة استبدادية بالمنطقة، في للأسف دور للمجموعات الإرهابية، لأنه المجموعات الإرهابية يعني أصول الأنظمة استبدادية والفقر والغياب الديمقراطية بشكل عام. مش بس ما بنتخلص من المجموعات إرهابية بس بعمل عسكري. لدينا المزيد مشاهدينا في استوديو الآن وتتابعونا بعد الفاصل. خلايا داعش هددت أمن الموصل انطلاقا من أنفاقها للتخفي. مرحبا بكم مجددا. وصلت قوات النخبة في الجيش العراقي إلى مشارف مدينة الحويجة بهدف الانطلاق العمليات لتحريرها من تنظيم داعش الإرهابي، بحسب ما أفاد مصدر أمني هناك. فيما دعت القوات عبر منشورات لها ألقتها الطائرات العراقية، دعت عناصر التنظيم الموجودين في القضاء إلى تسليم أنفسهم. قال العميد يحيى رسول المتحدث باسم القيادة العامة لقوات العمليات المشتركة، قال إن التحضيرات العسكرية لمعركة قضاء الحويجة لا تزال مستمرة بالتنسيق بين القوات الجوية العراقية وطيران التحالف الدولي، فيما بدأت القطاعات العسكرية العراقية في الوصول إلى مناطق التحشد بعد رمي المنشورات إلى المواطنين للمطالبة بالابتعاد عن مراكز أعضاء التنظيم. وصرح رسول أنه بعد أن تكتمل الخطط العسكرية بشكل كامل وتعرض أمام القائد العام للقوات المسلحة العراقية، سيكون هناك تقدم لقطاعات أخرى من أجل تطهير قضاء الحويجة وطرد ما تبقى من عناصر تنظيم داعش الإرهابي. ومعنا عبر الهاتف من بغداد العميد يحيى رسول المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة. مرحبا بك معنا عميد يحيى. لو تحدثنا بشكل تفصيلي عن خططكم لمعركة الحويجة، وهل تختلف فعليا عن معركة تحرير تل العفر وما سبقتها من معركة تحرير الموصل من حيث الاستراتيجية؟ بسم الله الرحمن الرحيم، مساء الخير عليكم وعلى مشاهديكم الكرام. أهلا بك. حقيقة قيادة العمليات المشتركة أنهت فكرة العمليات والخطط الخاصة بتحرير قضاء الحويجة الذي يقع جنوب برد كركوك،
والاستحضارات تجري بشكل مستمر قبل القوات البرية، وكذلك هناك استهداف مستمر قبل القوات الجوية العراقية واشتراك طيران التحالف الدولي لاستنزاف قدرات عناصر التنظيم الإرهابي. هذه الضربات هي منذ فترة مستمرة، حيث استهدفنا مقرات قيادة وسيطرة وتجمعات ومخازن الأسلحة والمعدات. عن كم مقاتل من داعش تتحدث في الحويجة سيادة العميد؟ يعني التقديرات الأولية الاستخباراتية هي بحدود 2000 عنصر من عناصر التنظيم الإرهابي، بينهم جنسيات أجنبية وعربية وأيضا عناصر محلية. هل من بينهم عناصر انتقلوا من الموصل أو تل عفر وانضموا إلى المقاتلين الباقين في الحويجة، أم أنهم بالأساس موجودين في الحويجة؟ لا، حقيقة هي قطعة طرق يعني اتصال عناصر التنظيم الإرهابي تم تضييق الخناق محاصرة قضاء الحويجة منذ فترة، منذ أكثر من سنة، وضربات مستمرة لأبطالنا في القوة الجوية العراقية باستهداف قدرة هذا التنظيم الإرهابي. لكن حقيقة الخطة هي تختلف حسب طبيعة الأرض وطبيعة جغرافية لقضاء الحويجة. كذلك لا ننسى أن هناك يتواجد لا زال تحت سيطرة عناصر التنظيم الإرهابي بحدود 100,000 نسمة مواطنين أبرياء لا زالوا تحت قبضة عناصر التنظيم الإرهابي. أعداد مدنية كبيرة. نعم. لهذا عندما ألقينا المنشورات كان فيها توجيهات للمواطنين بالابتعاد عن مقرات قيادة وسيطرة لعناصر التنظيم الإرهابي، وكذلك أصدرنا لهم تعليمات بأنه أن انطلاق العمليات وقبلها إن شاء الله سيتم تحديد ممرات آمنة لغرض استقبالهم وإخراجهم من أرض المعركة سالمين. ما يهمنا حقيقة هو أن نحرر المواطن، أن نحرر الإنسان العراقي. نعم، مفهوم. معركة تل عفر سيادة العميد كانت سريعة ومباغتة وحسمت أيضا بوقت قياسي على خلاف الموصل، هل يمكن أن يتكرر ذات الشيء أو السيناريو في الحويجة أيضا؟ يعني حقيقة أولا نحن نقاتل عدو غير نظامي يعمل بنظام العصابات، يستخدم التلغيم، العجلات المفخخة، الانغماسيين، لكن المعلومات التي لدينا والمعلومات الاستخباراتية هناك انشقاق وانكسار ما بين صفوف عناصر التنظيم الإرهابي في قضاء الحويجة، خاصة ما بين عناصر الأجنبية والعربية والعناصر المحلية. إذن الحويجة هي المنطقة الأخيرة لداعش في العراق، أم أن هناك انتشار لهم في مناطق أخرى أيضا غير الحويجة؟ لا زال لدينا في مناطق قرب الأنبار، مناطق على الفرات القائم معانا وراوة، وأيضا لدينا عمليات دفاعية تعرضية في عمق الصحراء في اتجاه عانا وراوة. دمرنا من المضافات، الأماكن تواجد تنظيم الإرهابي، مخابئ الأسلحة، العجلات المفخخة، وهي تعتبر تمهيدا أيضا لانطلاق عمليات عسكرية لغرض تحريره. سيادة العميد، موضوع الحدود مع سوريا هل يعني أمر مهم والكثير يخشون من تسرب هؤلاء العناصر في المناطق التي يخسرون فيها المعارك معكم إلى الجانب السوري، هل من تعزيزات أمنية، هل من خطط تضعونها لوقف أي تدخل أو أي تسرب لعناصر داعش إلى المناطق السورية، مناطق تنظيم داعش في سوريا؟ يعني حقيقة نحن سيطرنا على مساحات كبيرة الآن من الحدود السورية العراقية، لكن لا زال هناك مساحات لا زالت غير مسيطر عليها. من أولى أولوياتنا ومهامنا إن شاء الله بعد أن تنطلق العمليات العسكرية خاصة في مناطق غرب الأنبار وعملية السيطرة على الحدود السورية العراقية وأن تمسك بقوة ونمنع تسرب الإرهابيين وتسلمهم إلى كلا الجانبين. نعم. باتجاه الأراضي العراقية. نعم. شكرا جزيلا العميد يحيى رسول، المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة، متحدثا إلينا مباشرة عبر الهاتف من بغداد. ما أن تتحرر كل منطقة في الموصل من احتلال داعش وآخرها تل عفر غرب المدينة حتى تبدأ مرحلة جديدة من التحديات الأمنية التي كانت تواجه القوات العراقية، ألا وهي ما تسمى بالمفهوم العسكري في العراق بأنفاق التخفي التي أنشأها مقاتلو التنظيم بمسافات عميقة تحت الأرض. مفادنا إلى العراق حسام الأحباب اطلع على هذه الأنفاق وأعد لنا هذا التقرير. ليست وحدها تل عفر غربي الموصل التي شكلت نموذجا في البحث عن مقاتلي داعش الهاربين من المعارك، فما أن ينتهي تحرير كل مدينة تبدأ مهام لا تخلو من التحديات. هذه التحديات تتمثل بأساليب يتخذها مقاتلو التنظيم للهروب، لكن الذي اكتشفناه أن الأنفاق تحت الأرض التي اعتاد داعش حفرها لم تكن الوحيدة، بل كانت هناك أنفاق من نوع آخر يتخفى فيها مسلحوه شكلت لمرات عدة خطرا على الجنود العراقيين. يعني هاي الأنفاق طول بحفرها من سنة إلى سنة ونص إذا ما أكثر، ولقينا حفارة بكرمليس من حفرة النفق مال كنيسة بربارة، يعني النفق عظيم مو كل واحد يقدر يحفره، آلة ألمانية الصنع.
ما زال الكثير مما تسمى لدى القوات العراقية بأنفاق التخفي موجودة في أطراف الموصل الشرقية، فهذا النفق عثرنا عليه وقد تم إنشاؤه من قبل مقاتلي داعش ليربطهم بمبنى كنيسة مقرتاية، وآخر قيد الإنشاء بطريقة مهولة حيث ضم غرفا وفتحات تهوئة إلى جانب وضع أسلاك كهربائية على الجدران داخله. طبعا هنا كان يتخفى مقاتلو داعش في يعني تحت هذا النفق الذي أنشأ فيه عددا من الغرف، هذه الغرف التي كان يتخفى فيها، وهذه كانت مكيفة أيضا، وكانت داخلها شاهدنا مجموعة من الأسلاك الكهربائية التي توصل له، وأيضا كان هنالك فتحات لتهوية له في هذه المنطقة. أيضا المقاتلون التابعون لتنظيم داعش كانوا هنا يتخفون بهدف الهرب من الغارات الجوية والضربات التي كانت تنفذها طائرات التحالف الدولي أو سلاح الجو العراقي. هذا النفق هو كان يؤدي إلى أيضا إلى عدد من المناطق التي تحيط بهذه المنطقة الواقعة إلى الشرق من مدينة الموصل. هذا النفق أيضا يؤدي إلى منطقة أخرى أو يؤدي إلى مبنى آخر، هو مبنى الكنيسة، كنيسة قريبة من هذا المكان، ومباني أخرى كان يؤدي إليها هذا النفق. مقاتلو تنظيم داعش كانوا هنا يتخفون، وكل شيء كان مجهز لهم قبل أن يتمكنوا من الهروب أو التخفي في مناطق أخرى، أو قبل أن تأتيهم إعازات للخروج والتصدي للقوات العراقية المتقدمة لتحرير هذه المنطقة. مقاتلو داعش عادة يستخدمون هذه الأنفاق قرب دور العبادة، مستغلين عدم استهدافها خلال العمليات العسكرية، حيث حفروها لسببين رئيسيين، أحدهما للتخفي من الضربات الجوية، والآخر لحشد مقاتليه وعقد اجتماعات لإدارة عملياتهم. داعش يستخدمون الأنفاق بس من تجي الطائرات التحالف تقصف المنطقة اللي يشكون بها، تجيهم معلومات استخبارية بأنه داعش موجودين في المواضع، ولهذا كانوا يتخفون بالخنادق اللي حفروها وبالكنائس ودور العبادة. الأنفاق التي أنشأها مقاتلو داعش خلال عمليات الموصل شكلت تحديا أمام القوات العراقية في مراحل ما بعد معارك التحرير، فلا يمكن تطهيرها قبل تأمين المناطق التي تربطها، حيث يتم الشروع بتدقيقها وتنظيفها من المتفجرات التي استخدمها التنظيم في عملية تفخيخ هذه الأنفاق. معنا من بغداد عبر الأقمار الصناعية الدكتور واثق الهاشمي، رئيس المجموعة العراقية للدراسات الاستراتيجية. مرحبا بك معنا دكتور واثق. ربما استمعت معنا أيضا إلى التقرير الذي عرضناه عن أنفاق داعش وكيف استخدمها. كنت أنتظر أن أشاهد في هذا التقرير أن الأنفاق يمكن أن توصل عناصر التنظيم وقادته إلى خارج المناطق، مناطق المدن مثل الموصل، ولكن يبدو أنه لم يستخدمها سوى للتخفي والهروب كما جاء في التقرير. ما رأيك بهذه الاستراتيجية التي اتبعها داعش في نينوى؟ مساء الخير عليك وعلى المشاهدين الكرام. طبعا هذه الاستراتيجية ليست استراتيجية جديدة، كان هناك معلومات استخباراتية عن هذا الأمر، وأنا أعتقد تحدثت في قناتكم الكريمة أثناء وقبل معركة الموصل عن هذا الأمر. التكتيك اللي استخدمه داعش أو الاستراتيجية موضوعة الأنفاق وموضوعة التلغيم. بالمناسبة في تل عفار وفي المدينة الموصل القديمة إلى الآن لا تزال هناك أنفاق غير مكتشفة أولا، وبطول بأعماق طويلة جدا. والقضية الثانية موضوع التلغيم، يعني في البيوت حتى الثلاجات الكهربائية عندما تفتح كانت فيها ألغام، الغرف الموجودة السرة استخدمها بالتلغيم، الأشجار لغمها، وهذه الاستراتيجية كانت يعني استخدمها لأغراض التخفي أو أغراض التنقل، أغراض تقديم التموين بالنسبة إليه، وأيضا وصول الأعتدة والأسلحة والقضايا اللوجستية، فضلا عن هروب بعض قيادات داعش. واستخدموا هذه الأنفاق وفق المعلومات الاستخباراتية قبل معركة الموصل وقبل معركة الأحفر للذهاب إلى مناطق قد تكون أبعد إلى عالي الجبال أو إلى الصحاري باتجاه الحدود السورية. هذا ما أردت أن أفهمه بالتحديد. إذن استخدمها داعش كما تقول للهرب، هرب قادته وعناصره، استخدم تلك الأنفاق. سؤالي لك، يعني معركة الموصل تم التمهيد لها لفترات طويلة من قبل القوات العراقية، وكما شاهدنا ومن المعلوم أن حفر مثل هذه الأنفاق لمسافات وأعماق طويلة وكبيرة تحتاج إلى شهور، ربما قد تصل إلى أكثر من سنة لحفر نفق طويل. ألم تكن يعني التحضيرات لعملية الموصل أعطت داعش مزيد من الوقت
لحفر هذه الأنفاق أو أخذ أي خطوات احترازية برأيك؟ ألم تكن البدء أو يكن البدء بمعركة الموصل تأخر بعض الشيء وأعطى مجال لتنظيم داعش لأن يأخذ هذه الاحترازات؟ هذه الاستراتيجية استخدمها داعش وفق المعلومات الاستخباراتية مع بدء أول عملية تحرير في منطقة جرف الصخر. بعدها داعش قام يتحوط فبدأ يحفر واستخدم استراتيجية الأنفاق، والأنفاق تقسم إلى قسمين، أنفاق في داخل المدينة لأغراض التنقل إذا حدث ضربة جوية، أو أغراض تكتيكية لنقل مقرات القيادة والسيطرة. وهناك نفق كان في داخل مدينة الموصل لإدارة المعارك يربط بين المستشفى الحكومي مع فندق بابل، فندق نينوى وأبراوي، فضلا عن وجود أنفاق تؤدي إلى خارج هذه المدن. وبالتالي هناك كثير من الأنفاق المعلومة الاستخباراتية عبروها الأهالي قبل بدء عمليات التحرير، واستطاعت القوات العراقية أن تضرب هذه الأنفاق وتضرب القيادات الموجودة فيها. لكن أيضا هناك أنفاق يعني كان هناك تكتم شديد عليها، نعم ربما المعركة تأخرت لكن أعتقد النتائج كانت إيجابية. صحيح. هي الحكمة ليست في السرعة بل الحكمة في النتيجة، وهذا ما حدث حتى في معركة تل أحفر اللي كانت هناك انتقادات أنها تأخرت لكنها حسمت على عجالة بسبب مشاكل سياسية وحفظ أرواح المدنيين أيضا في المدينة. دكتور واثق، نعم بالتأكيد. إذا أفهم من كلامك أن بالتأكيد يعني المدنيين كان لهم دور كبير. أفهم من كلامك أن ما بعد التحرير أمر غاية في الأهمية وربما الصعوبة أكثر من التحرير بحد ذاته، كما قلت أن ربما هناك أنفاق لم يتم اكتشافها وربما تكون هناك أنفاق ملغمة. هذه تؤدي إلى كوارث لأن الانفجار لا يمكن أن يكون معلوم الجهة إذا جاء من الأرض من الداخل، صحيح؟ فيما بعد بالتأكيد أنا اليوم كان عندي حديث مع أحد القيادات في منطقة تل أحفر وتحدثنا بهذا الموضوع، قال إلى حد اليوم بعد عمليات التحرير هناك جهد هندسي يعمل بشكل كبير، لكن هناك بعض المصاعد الألغام من الصعوبة بمكان اكتشافها وتؤدي إلى خسائر. ربما بالمعركة ما نقدم الخسائر بقدر ما القوات تقدم خسائر بعد عمليات التحرير، وهذا الأمر ليس في تل أحفر وليس في الموصل فقط لكن أيضا كان في الفلوجة وفي الرمادي وفي تكريت وفي بيجي، وربما سيستخدم في الحويجة على اعتبار أن هذه الاستراتيجية موجودة. التنظيم داعش يتميز بموضوع حفر الأنفاق وموضوع التلغيم كل ما موجود حتى يستخدم سياسة الأرض المحروقة. أشكرك جزيل الشكر دكتور واثق الهاشمي رئيس المجموعة العراقية للدراسات الاستراتيجية متحدثا إلينا مباشرة عبر الأقمار الصناعية من العاصمة العراقية بغداد. فوزي محمد بشير العياط الذي كلف من قبل تنظيم داعش بمهمة قاضي الأحوال الشخصية إبان احتلاله سرت الليبية والذي التقاه مراسلنا في أحد السجون في مصراتة كشف أن جميع المناصب الإدارية بالتنظيم قد أسندت إلى أشخاص أتوا من خارج ليبيا، وأكد أن تجربة التنظيم في سوريا والعراق نقلت حرفيا إلى ليبيا لجهته. العياط قال لأخبار الآن إنه نادم على انضمامه لداعش. نتابع. إيه لو ما انضميتش كنت حنعيش حياتي طبيعي يعني كيف ما كنت عايش قبل يعني. اللي تغير إني انضميت للتنظيم يعني. فلما انضميت للتنظيم حصلت الأمور. التنظيم دخل في أمور ودخل في حروب وعداوات وقتال واستعدى الناس يعني. فحصل إن كيف ما هو استعد الناس استعدوه يعني، وحصلت عليه الحملة وحصل اللي حصل يعني، وخاصة بعض نتائج الحرب اللي حصلت تشوفها أنت، مات كثير من الناس وهدمت بيوت وحصل خراب كثير يعني. فهذا الأمر يعني هو اللي يجعلني مفكر تقول خلاني نادم على الأمر يعني، إن المسألة أدت لفساد كبير يعني، أدت لمفسدة كبيرة، موت ناس كثيرين، تهدم مباني بيوت، حرق ممتلكات يعني، وكلها لغرض ما مش ممكن يتحقق بالطريقة هذه. مسألة تحكيم الشريعة ما تحققش بالطريقة هذه يعني، تجربة أثبتت ذلك يعني، سواء في ليبيا ولا في سوريا ولا في العراق ولا في أفغانستان. فمسألة أنك تفرض تطبيق الشريعة بالقوة ما هيش مسألة ناجحة يعني، ما هيش مسألة صحيحة، ما كانش يفرض الأمر بالطريقة هذه يعني. فهذا الأمر يعني. لدينا المزيد من الملفات مشاهدينا في استوديو الآن ونتابع أيضا.
استمرار هرب الروهينجا وميانمار تنشر الألغام لمنع عودتهم، أزمة مسلمي الروهينجا إلى أين؟ مرحبا بكم من جديد. تسببت التجربة النووية التي أجرتها كوريا الشمالية الأحد بانهيارات أرضية في منطقة الانفجار ومحيطها، كما تظهر الصور التي التقطت عبر الأقمار الصناعية. وأحدثت التجربة النووية السادسة التي أجرتها كوريا الشمالية زلزالا بقوة 6 درجات وثلاثة أعشار الدرجة بحسب ما أعلن المعهد الجيولوجي الأمريكي. تقرير حنان ظاهر. قنبلة كوريا الشمالية الهيدروجينية الأخيرة التي شغلت العالم وأثارت القلق بعد أن أحدثت زلزالا قويا سجل 6 درجات وثلاثة أعشار الدرجة على الأراضي الشمالية، ها هي آثارها تطفو على السطح. فقد كشفت الأقمار الصناعية عن انهيارات أرضية في منطقة الانفجار ومحيطها، وأحدثت التجربة النووية السادسة التي أجرتها كوريا الشمالية هزة أرضية بقوة 4 درجات وستة أعشار الدرجة بعد الزلزال بحسب ما أعلن المعهد الجيولوجي الأمريكي. انفجار كهذا أثار المخاوف من انتشار المواد المشعة في الأجواء، غير أن الوكالة الكورية الجنوبية للأمن النووي أشارت إلى أنها لم تسجل أي آثار لمواد مشعة في عينات الهواء والأرض والماء التي أخذتها بعد التجربة. ونشر موقع نورث 38 التابع لجامعة جونز هوبكنز بواشنطن صورا التقطتها أقمار صناعية الاثنين تظهر تغيرات على سطح الأرض في منطقة بونغيري الموقع الرئيسي للتجارب النووية الكورية الشمالية، إذ تطايرت قطع من الأرض في الهواء وجرت الانزلاقات الأرضية مواد غير محددة إلى الأنهر. وكتب الخبراء في موقع نورث 38 أن الاضطرابات التي أحدثتها التجربة النووية الأخيرة أكثر وأوسع من تلك الناتجة عن التجارب النووية الكورية الشمالية الخمس السابقة، وقدرت سيول قوة الانفجار بـ50 كيلو طن، فيما أشار الباحثون الأمريكيون إلى أن قوة الانفجار بلغت 100 كيلو طن أو أكثر، وقدرت اليابان من جهتها أن قوة القنبلة بلغت 120 كيلو طن، أي أكبر بثمانية أضعاف قوة القنبلة الأمريكية التي دمرت هيروشيما عام 1945 والبالغة 15 كيلو طن. إلى ذلك أعلنت كوريا الجنوبية نشر 4 أنظمة ثاد للدفاع الصاروخي في القاعدة الأمريكية في كوريا الجنوبية على خلفية تجارب كوريا الشمالية النووية الأخيرة. حول الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من القاهرة اللواء جمال مظلوم المحلل الاستراتيجي والمدير السابق لمركز الدراسات الاستراتيجية للقوات المسلحة المصرية. مرحبا بك معنا لواء جمال. قبل التجربة النووية الكورية الأخيرة كنت معي ضيفا وقلت بأن الأمور ربما تتجه إلى نوع من التهدئة بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة الأمريكية، وأنك تستبعد أي عمل عسكري من قبل الولايات المتحدة ضد كوريا الشمالية، وبالعكس أيضا أن كوريا الشمالية لن تقوم بمزيد من الأعمال الاستفزازية. هل ما زالت الأمور تتجه بهذا المنحى، وهل ما زال رأيك بمكانه؟ والله أنا يعني برضو ما زلت الحقيقة، لأن طبعا المنطقة دي منطقة خطيرة جدا على الأمن والاستقرار في منطقة جنوب شرق آسيا بل على العالم ككل. يعني احنا عارفين أن كوريا الشمالية ملاصقة للصين وملاصقة لروسيا وفي مواجهة اليابان الحقيقة. طبعا أنا في الحقيقة يعني أقدر أقول أن كوريا الشمالية الحقيقة بتصعد بأسلوب يعني غريب غير مسبوق، قنبلة هيدروجينية. المرة دي قنبلة هيدروجينية، والتقديرات بتقول إنها 10 أضعاف التفجيرات السابقة لكوريا الشمالية. لما نشوف خلال أقل من شهر الحقيقة، يعني من 7 الشهر اللي فات إلى 29 الشهر اللي فات، يعني نقدر نقول خلال 22 يوم كوريا الشمالية أجرت 3 تفجيرات أو انطلاق لصواريخ، والنهاردة بعد ما كملتش الشهر الحقيقة يعني يوم 3/9 في زمن قصير جدا نسبيا، كان 7 يعني في اقل من شهر الحقيقه. نعم. هي بتصعد باسلوب غريب الشان لم نكن نتوقعه. انما برضو انا بقول ان الولايات المتحده الامريكيه في حقيقه الامر يعني ربما يعني مش عايزه تصعد برضو من ناحيتها، وبتحاول قدر الامكان الى ان هي يعني تصل الى حل سلمي لهذه الازمه. نعم. بالرغم من ان هي صرحت ان كافه الخيارات مطروحه، وان الخيار العسكري مطروح، وان تصعيد حتى الولايات المتحده الامريكيه صعدت من جانبها ان هي هتخلي الاعتداء نووي وليس باسلحه تقليديه. فانا بتصور الحقيقه كوريا الشماليه بتجر العالم الى يعني توتر رهيب لم نكن نتوقعه.
والحقيقة سفير كوريا الشمالية في الأمم المتحدة قال حرفيا إن هذه الصواريخ وهذه القنبلة الأخيرة كانت عبارة عن هدايا للولايات المتحدة وأن هناك المزيد. إذا كانت كوريا الشمالية تعي بأن الولايات المتحدة لن تصعد ولن تتجه إلى حرب معها، هل تتوقع أنها ستستمر بهذا النهج في الأيام والشهور القادمة؟ والله أنا برضو هقدر أقول إن يعني الولايات المتحدة الأمريكية أصلها لو ضربت الحقيقة هتصعد بأسلوب يعني شديد الحقيقة أنا متوقعه، لأن طبعا كوريا الشمالية ما فيش قدامها شيء غير إن هي ربما يعني تصعد تجاه يا اليابان يا كوريا الجنوبية اللي فيها قواعد الولايات المتحدة الأمريكية، لأن هي لو طالت الأراضي الأمريكية الحقيقة فمعناه نهاية كوريا الشمالية، وإن أنا لا أتوقع إن هي هتكون حرب عالمية، لن تصل إلى حقيقة إلى حرب طيب. محدودة أو إقليمية في هذه المنطقة. لواء جمال باختصار سؤال أخير لك لو سمحت، قنبلة الهيدروجينية الأخيرة التي استخدمتها كوريا الشمالية سببت تغير في سطح الأرض وفق بعض الصور وهزات وصلت إلى 6.3 درجات، يعني مزيد من التجارب كيف سيؤثر على دول الجوار وعلى المنطقة؟ لا شك أنه هو حيأثر الحقيقة، لأن هذا النوع من التفجيرات الحقيقة لو قلنا ده تفجير مبدئي وأدى إلى مثل هذه التغييرات الموجودة على سطح الأرض وهزات زلازل رصدت في اليابان ورصدت في الصين ورصدت في روسيا الحقيقة والولايات المتحدة الأمريكية رصدتها، فأنا بتصور أن الأمور يعني تصعيد خطير من جانب كوريا الشمالية، وأنا بتصور أن الولايات المتحدة الأمريكية ركزت مع الصين وروسيا أن هم يعني زي ما تقول يشوفوا حل مع كوريا الشمالية في إطار التصعيد اللي هي بتصعده، والذي قد يؤدي إلى صراع في هذه المنطقة هياخد الأخضر وكل ما هو موجود في هذه المنطقة. ولذلك أنا بتصور أن الدور كبير في الوقت الحاضر على روسيا وعلى الصين الحقيقة في أن هم يلجموا كوريا الشمالية بقدر الإمكان من التصعيد ومزيد من التجارب اللي هي تؤدي إلى حرب عالمية أو يعني هتبقى في المنطقة دي الحقيقة. لا سمح الله. شكرا جزيلا لك اللواء جمال مظلوم المحلل الاستراتيجي والمدير السابق لمركز دراسات الاستراتيجية للقوات المسلحة. دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس السلطات في بورما لوضع حد للعنف في ولاية راخين واتخاذ إجراءات لمنع أو لمنح الروهينجا المسلمين حياة طبيعية، كما دعا مجلس الأمن الدولي إلى الضغط من أجل ضبط النفس والهدوء، وبعث برسالة نادرة للمجلس المؤلف من 15 عضوا أعرب فيها عن قلقه من احتمال تحول العنف في ميانمار إلى كارثة إنسانية لها تداعيات على السلام والأمن وتمتد خارج حدود ميانمار. ذكر مصدر في الأمم المتحدة الأربعاء أن نحو 146 ألفا من الروهينجا المسلمين في ميانمار فروا من العنف إلى بنغلاديش بسبب حملة جيش ميانمار الواسعة ضدهم. وبحسب المصدر يرتفع العدد الإجمالي للروهينجا الذين سعوا للجوء إلى بنغلاديش إلى 233 ألفا منذ أكتوبر الماضي حين بدأ جيش ميانمار حملته التي تتعرض لانتقادات حقوقية واسعة. وتعتزم بنغلاديش إقامة مخيم جديد لاستيعاب مسلمي الروهينجا الذين يتوافدون من ميانمار منذ 25 من أغسطس الماضي بحسب ما قال مسؤول في وزارة الكوارث البنغالية. معنا من مكة المكرمة عبد الله معروف نائب مدير الاتحاد الروهينجي، مرحبا بك معنا سيد معروف. لكي نكون يعني صادقين في النقل والصورة وفي الشفافية، على وسائل التواصل الاجتماعي هناك الكثير من الفيديوهات عن والصور أيضا عن وضع مسلمي الروهينجا في ميانمار، بعضها صحيح وواقعي وبعضها الآخر غير صحيح فيه لبس. ما هو وضع مسلمي الروهينجا في ميانمار اليوم وفق ما تنقله لنا خلال الفترة القصيرة الماضية التي يتعرضون فيها لحملة غير طبيعية؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقة ما يحصل الآن يعني هي صورة حقيقية، وجميع وسائل الإعلام الآن استطاعت تنقل الصورة عن كثب، وهناك المقاطع تأتينا تباعا من داخل أركان، ولدينا قرابة 1280 قرية، وفي كل قرية لدينا مراسلين موجودين عن طريق وكالة أنباء أركان. طيب إذا كيف تلخص الوضع؟ وضع الروهينجا اليوم؟
ما يحدث لهم. نعم، الوضع كارثة إنسانية بكل ما تعنيه الكلمة. نحن نتحدث الآن تقريبا عن 230 قرية تم دهكها وحرقها تماما وتشريد أهلها. نتحدث عن من نزحوا إلى بنغلاديش فقط الآن قرابة 125 ألف نسمة أو يزيدون، والأعداد لا تستوعب المخيمات الموجودة سابقا. نتحدث عن قرى بأكملها الآن نزح أهلها إلى القرى المجاورة، والقرى المجاورة هي أصلا محاصرة بسبب نزحوا إلى الحدود بسبب خارج قراهم. نزحوا للحدود، هذول تقريبا حول 125 ألف نسمة تقريبا السبب. الذين نزحوا من قراهم المحتلقة إلى قرى أخرى مجاورة، هذول أعدادهم غير محصية. نحن نتحدث الآن واضح هناك تقريبا 230 قرية تماما تم حرقها بسياسة الأرض المحروقة من قبل من؟ من قبل الجيش البوذي الجيش البورمي وحتى لجنة كوفي أنان. وهذه اللجنة الجدير بالذكر أن التي كونت اللجنة هي فرانسوسكي زعيمة ميانمار، هي من كونت اللجنة هذه. بحجة ماذا كل هذا العنف ضد المسلمين؟ نعم، السبب في ذلك تمام أنه هذا تطهير عرقي لعرقية. بورما عبارة عن 135 عرقية كل معترف بها ما عدا عرقية الروهينجا المسلمة التي تعيش في إقليم أراكان. الجدير بالذكر هناك أقليات أخرى أيضا مضطهدة وهي بوذية، ولكن ترعاها الصين. هناك أقلية مسيحية في كايا وكارين ترعاها الدول الأوروبية، وهذه الأقلية المسلمة الوحيدة الروهينجية التي لا تعترف بها وتزع منه المواطنة في عام 1982. كذلك هناك سيد عبد الله تصلنا معلومات بآلاف القتلى خلال أيام معدودة، هل لديكم إحصائية دقيقة أو قريبة إلى الدقة عن عدد القتلى حتى الآن خلال الفترة القصيرة الماضية؟ نعم، نحن في اتحاد في مرصد الأحداث عندنا نرصد الأحداث عن طريق أهالي القرى مباشرة، نتواصل معهم ونأخذ الأعداد. الأعداد التي ذكرت هي مهولة حقيقة. الآن عدد الذين تم يعني قتلهم تقريبا يفوق أكثر من 2000 شخص الآن تم قتلهم في داخل قراهم. هناك أكثر من 1000 شخص الآن مفقودين إلى يومنا هذا، وهناك أعداد كثيرة جدا من الفارين. الأعداد غير مستقرة، ولكن تم إحصاء أكثر من 16 ألف، هذه صرحت بها الأمم المتحدة، أكثر من 16 ألف من نزحوا من الأطفال الآن على الحدود. هناك أكثر من 6 آلاف من الأطفال يفتقرون إلى الرضاعة وإلى حليب الرضاعة، وهذه إحصائيات رسمية للأمم المتحدة غير الإحصائيات الرسمية الموجودة من خلال مراصد الأحداث والناس الموجودين في أرض الميدان. الواقع ينذر بكارثة إنسانية بلا حدود، كارثة بما تعنيه الكلمة. الصورة الحقيقية الآن جسدت والقرارات صدرت، والموضوع ليس بالجديد، الموضوع له أكثر من 7 عقود. وهذه القومية ترجع تحت وطأة الاضطهاد في وضع مأساوي لا يعلم به إلا الله. لذلك ينبغي على المجتمع الدولي أن يؤدي مسؤوليته في هذه الأيام، في هذه الأيام تحديدا، وقد لا يدركونهم. لذلك المنظمات الإنسانية والإغاثية لا بد يقومون بدورهم في الحدود مع بنغلاديش وفي داخل قرى أراكان. إلى الآن ما في منظمة إنسانية وصلت إلى القرى التي احترقت في داخل أراكان ليعقل هذا الشيء، ونحن في عصر الديمقراطية والحريات. نعم، شكرا جزيلا عبد الله معروف، وصلتنا الصورة كاملة. شكرا لك نائب مدير الاتحاد الروهنجي متحدثا إلينا مباشرة عبر الهاتف من مكة المكرمة. سنكمل ما تبقى من الاستوديو الآن مشاهدينا بعد قليل. مرحبا بكم من جديد. مجموعة نصائح في كيفية العناية الشخصية بالمنطقة التناسلية من استشارية الأمراض النسائية والتوليد الدكتورة جوان مراد. التفاصيل مع المختصة في الملف الصحي في غرفة أخبار الآن عبير عبد الله. دكتورة، التوعية بالنظافة الشخصية يعني هذا أمر جدا مهم، لازم سواء على الذكر أو الأنثى إن هم يهتموا فيه، وبالذات في حتى من بداية المراحل اللي هم الصغير. كيف يكون التوعية بالنظافة الشخصية بالذات إن هو أمر يجهله الكثير من الأشخاص وممكن يرتكبوا فيه أخطاء قد لا يدركوها؟ سؤال جدا وجيه ومهم في هذه المنطقة، خاصة منطقتنا حارة شتاء وصيف، يعني بالأحرى إحنا ما عندنا شتاء واضح، كلها صيف والصيف جدا حار،
وهذول البنات الصغار والأولاد الصغار هم لا يزالون أطفال، وإن كبرت أجسادهم بس تصرفاتهم وعقولهم وعواطفهم بعدها فيها شيء كثير من الطفولة. فتشوفيهم هم يعني ما مهتمين هالقد بالنظافة، مثل يصير ريحة تحت الإباط ما يفتهموها، ما يعرفوها أصلا هالريحة شنو وليش طالعة، إلا لازم الأم تنبههم إنه تحرص إنه كلهم يأخذون شاور يوميا، يوميا يأخذون شاور، تعلمهم بالمزيل الروائح تحت الإباط، علمهم كيف يستعملون. وأحسن الأنواع هي السبراي أحسن من السوائل، لأنه هنا منطقة حارة فالسوائل تكون شوية لزجة ومو مريحة مثل الدراي سبرايز، يعني السبراي يكون ناشف. بعدين لازم الملابس الداخلية تحرص عليهم تكون كلها قطن 100%، تقراهم قبل ما تشتريهم، لأن البنات بهالمرحلة يبدون يعجبهم يلبسون ملابس داخلية ملونة وكلها نايلون وكلها دانتيل، فهذه بالحقيقة جدا مضرة بالصحة. الطفلة اللي دا تكبر دا تصير أنثى لازم تلبس ملابس قطن 100% بعيدة عن النايلون، وهذه الملابس لازم تنغسل تنكوي وتبدل تتبدل يوميا. بعدين لما يجيهم الدورة الشهرية يحيرون بيها ما يعرفون شلون يتصرفون، هم من الأم لازم تتدخل وتشتريهم الكوتكس وتحاول تشتري لهم الأنواع اللي ما موجود فيها نايلون أو ما مغلفة من وراء بالنايلون، ويلبسون ملابس قطن ويبدلون يعني بكثرة ويغسلون بالماء. طبعا الغسل للمنطقة الحساسة يكون بالماء الخالي فقط مع أي صابون بسيط. المطهرات والمعقمات جدا جدا مضرة، لأنه تقتل البكتيريا الصديقة في المنطقة والبكتيريا المرضية تتشجع، لأنه سبحان الله هي المنطقة التناسلية محاطة بالمبولة والشرج مصدر الجراثيم. فإذا احنا نستعمل مطهرات قوية وحتى الخفيفة منها راح نقتل الجراثيم الصديقة اللي موجودة هناك بصورة طبيعية، تساعد على الدفاع على يعني تقوي المناعة المنطقة التناسلية ضد الأمراض والبكتيريا العادية. فلازم يستعملون مي وصابون مرة واحدة في اليوم، الصابون مو كل 5 دقائق. بعد التبول والبراس لازم يغسلون بمي خالي بدون صابون، مي خالي نظيف، وينشفون ويعتبرون هاي المنطقة دائما ناشفة ونظيفة، والشاور اليومي ضروري، وتبديل الملابس الداخلية ضرورية جدا، وتكون لازم من نوع القطن. كيف تتخلص من دهون الجسم الضارة وما العوامل المساعدة على ذلك؟ الإجابة مع زميلة منى عواد. كثير منا يرغب في إنقاص الوزن والتخلص من الدهون الزائدة في الجسم، والحل ليس صعبا في حالة اتباع نظام غذائي صحي خال من الأطعمة المليئة بالدهون الضارة على الصحة العامة للجسم. وبات معروفا أن السمنة المفرطة والوزن الزائد يسبب الكثير من المشكلات الصحية. يقول الخبراء أنه يمكن للشخص أن يحرق الدهون من خلال أمور بسيطة في الحياة اليومية، ولكن هذا لا يعني أن معدل حرق الدهون والسعرات الحرارية متساو لدى الجميع، فهو يختلف وفقا للعمر والوزن والجنس ومستوى النشاط. التقينا خبيرة التغذية والصحة لماء النائلي وسألناها ما العوامل المساعدة على حرق الدهون في الجسم. نتابع. دهون الجسم طبعا هي لازم تكون موجودة لكن بنسبة جدا معتدلة، وكل شخص حسب عمره وطوله ووزنه لازم يكون عنده معدل دهون بجسمه، لأن الدهون ضرورية حتى طبعا كل هرمونات جسمنا تكون متوازنة. لكن إذا كانت الدهون جدا عالية وخصوصا بمنطقة البطن، نحن دائما بننصح بالرياضة، ننصح بشرب كمية عالية من الماء، تناول دائما الشاي الأخضر، الشاي الأبيض المضاف إليه الزنجبيل والقرفة، بتعلي من حرق الدهون بالجسم. لكن بالإضافة للدهون الصحية مثل الأفوكادو والسالمون
هن دهون جيدة تساعد على التخلص من الدهون القديمة، بالإضافة للمكسرات النيئة غير المحمصة، كسناك صحي بين الوجبات، قبضة يد طبعا ما نطلع بالصحن كمان بتساعد على التخلص من دهون البطن، وجبة الفطور الصباحية تساعد على تخلص دهون الجسم بشكل عام، لكن ما نحط سكر، ما نحط ملح، ما ناخذ طحين ابيض، ناخذ القمح الكامله، الشوفان يساعد على تخلص دهون الجسم، كل العوامل اللي كل الاغذيه الغنيه بالالياف مثل البقول تساعد على سرعه حرق الدهون بالجسم. طبعا دهون الجسم لازم دائما دائما نحن نقيسها عن طريق جهاز تحديد مكونات الجسم يلي بين قد ايه عندي دهون. اذا كان انا عندي دهون منخفضه كمان هو مؤشر خاطئ، وخصوصي للرجل بتكون هرموناته غير منتظمة، بدنا ننتبه. وإذا زادت الدهون عند السيدات وخصوصي الصبايا كمان بصير عندنا احتمالية خربطة هرمونية وخربطة بالدورة، وبصير عندي كمان خربطة بالمبيضين، وممكن يسبب كمان تكيس المبيض يلي بيسبب طبعا زيادة وزن وبيسبب خربطة هرمونية نحن بغينا عنها. يشكل الدفع بعملية الأيض الهدف الأساسي لمن يسعى لمراقبة زيادة الوزن وضبطه، ولا تلجأ للرجيم القاسي فلن تستطيع احتماله، لأن الجسم لن يكون قادرا على التعود على كميات طعام قليلة بشكل مفاجئ. في أخبار الرياضة، تأهل منتخب سوريا إلى الملحق القاري بعد تعادله مع مضيفته إيران بهدفين لمثلهما، فيما تأهلت كوريا الجنوبية إلى النهائيات بتعادلها سلبا مع أوزبكستان في الجولة الأخيرة من الدور الثالث الحاسم لتصفيات آسيا إلى مونديال 2018. وعلى ملعب آزادي في طهران سجل لسوريا تامر حاج محمد وعمر السومة، والإيران سجل الهدفين سردار أزمون لتنهي سوريا التصفيات ثالثة المجموعة الآسيوية الأولى برصيد 13 نقطة بفارق نقطتين عن كوريا، بينما سبق لإيران ضمان تأهلها. أصبح المنتخب السعودي أول المنتخبات العربية المتأهلة لنهائيات كأس العالم 2018 في روسيا، وذلك بعد تغلبه على نظيره الياباني بنتيجة هدف مقابل لا شيء في الجولة الأخيرة من تصفيات آسيا المؤهلة للمونديال. وتمكن المنتخب السعودي من احراز هدف المباراه الوحيد عن طريق البديل فهد المولد في الدقيقه 63 الذي اشركه المدرب الهولندي بيرت فان مارفيك في الشوط الثاني. وبعد هذا الفوز تزين برج خليفة في دبي بعلم السعودية بعد تأهل المملكة لمونديال كأس العالم 2018 المقرر في روسيا، وجاء ذلك بعد أن حقق المنتخب فوزه على نظيره الياباني بهدف دون رد في الجولة العاشرة والأخيرة من التصفيات، وبذلك يرفع المنتخب السعودي رصيده إلى 19 نقطة، وبذلك يكون قد حسم التأهل. يتجه تطبيق التراسل الفوري واتساب إلى فرض رسوم مالية على الشركات التي تستخدمه في الحديث مع موظفيها، وتسعى المنصة الاجتماعية بذلك إلى كسب أموال في المستقبل. وأعلن التطبيق الذي يصل عدد مستخدميه إلى مليار شخص في اليوم الواحد، أعلن عن مزايا عدة تتيح للشركات الصغرى تلقي رسائل من زبائنها وتبعث إليهم بدورها آخر المستجدات. ويمكن اختبار المزايا التي أعلنها واتساب في الوقت الحالي، لكن من المرجح بقوة أن تصبح خدماته مدفوعة مستقبلا وفق ما نقلت صحيفة التلغراف البريطانية. وصلنا للختام مشاهدينا، ودائما للمزيد يمكنكم متابعتنا على موقعنا الإلكتروني، كما يمكنكم التواصل معنا عبر صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر، ويمكنكم أيضا متابعة بثنا المباشر في الموقع ذاته وعلى اليوتيوب. شكرا لطيب المتابعة، إلى اللقاء.